إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة والسلامة إن شاء الله يا رب. إذن اليوم الموضوع ديالنا هي ثلاثة ديال الدورات المتبقية من الدوري الاحترافي الدرجة الأولى. احنا كنعرفوا الصراع طبعا قائم ما بين ثلاثة ديال الفرق: الرجاء، الوداد، النهضة البركانية. مشاهدي قناة شوف تي في، قولوا لنا شكون هو الفريق الأقرب اللي غادي يفوز باللقب. يعني الحظوظ متساوية، يعني واش النهضه البركانيه قادر تفاجئ الرجاء في الميدان ديالها، واش الوداد ترجع بنتيجه ايجابيه من ملعب ادرار باكادير. كلها توقعات وكلها تخمينات، يعني هاد ثلاثه المباريات غتكون حارقه متبقيه. طبعا لا الرجاء لا نهضة بركان لا الوداد، يعني كلهم كتنتظرهم مباريات صعبة. فريق الرجاء غادي يستقبل فريق النهضة البركانية، يعني غادي تكون مباراة الموسم، مباراة نهائية، مباراة يعني مفتاح اللقب. فريق الوداد البيضاوي بالتعادل ديالو امام المغرب التطواني ورجع حقق انتصار ثمين على اولمبيك اسفي ب 4-1، واستغل تعثر ديال النهضه البركانيه في الميدان ديالو امام نهضه الزمامره ب 2-1، والتعادل ديال الرجاء، واصبح بعد نقطة واحدة من المتصدر الرجاء البيضاوي. إذن متتبعينا، قولوا لنا شكون هو الفريق اللي هو الأقرب اللي غادي يفوز طبعا باللقب بطولة ذات السنة هذه. احنا كنعرفوا كاملين بأنه يعني سنة استثنائية طبعا، وفوز باللقب غادي يكون عنده واحد الطعم خاص. يعني بدون جمهور، مباريات بدون جمهور مع الاسف، كنا كنتمنوا يكون جمهور حاضر في الملعب، يعني باش تكون واحد النكهه اخرى، ولكن مع الاسف الجائحه وهاد المصيبه ديال كورونا يعني ما خلاتناش نشوفوا هاد ثلاثة المباريات المتبقية يعني بالجمهور. كنتمنوا من الله عز وجل يدي علينا هاد الوباء هذا في أقرب وقت، وترجع الأمور كيف ما كانت من قبل إن شاء الله، وندخلوا للملاعب نشوفوا مباريات في المستوى إن شاء الله يا رب. إذا الكل كيتسنى مباريات ديال الغد، مباراة النهضة البركانية، الرجاء البيضاوي، وحسنية أكادير، والوداد في توقيت واحد على الساعة 7 بالتوقيت المغربي. طبعا ثلاثة ديال الفروق كتنافس عن لقب البطولة. يعني الرجاء البيضاوي له مباراة مع النهضة البركانية، وعنده مباراة أخرى طبعا مع مباراة فخ، طبعا مباراة مع أولمبيك خريبكال اللي مازال ما ضمنش البقاء ديالو في القسم الأول. يعني غادي تكون مباراة صعبة وصعبة وصعبة لفريق الرجاء البيضاوي يعني في مدينة خريبكا.
وليها غادي يستقبل في الدورة الأخيرة فريق الجيش الملكي. احنا كنعرفوا بأنه فريق الجيش الملكي في مدينة الدار البيضاء كيقدم كرة جميلة، كيقدم مباريات كبيرة. الجيش الملكي، وما أدراك الجيش الملكي. طبعا بالنسبة للفريق الوداد اللي كتنتظره، والآخر مباريات حارقة، مباريات صعبة لفريق الوداد. شفنا اليوم الفتح الرباطي يعني يقترب شيئا ما من سبورة الترتيب، يعني فريق فتح الرباطي فريق قوي قوي، طبعا عنده لاعبين في المستوى. فاش كنهضروا على فريق فتح الرباطي كنهضروا على نوفل الزرعوني، كنهضروا على أيوب سكومة وعدة لاعبين اللي في المستوى كالجعدي. طبعا يليها غادي يلعب مع واتزم حسنية أكادير، مقابلة صعبة، يعني آخر مباراة هي مع فتح الرباطي بالرباط. يعني غتكون مباراة صعبة. ونهضة بركان مع أسفي طبعا في بركان، يعني غتكون مباراة صعبة. كل المباريات صعبة متبقية. يعني في نظركم شكون هو الفريق الأقرب الفوز باللقب؟ الرجاء، نظر بركانية، أم الوداد البيضاوي؟ إذن قولوا لنا مشاهدي قناة شوف تيفي، كيفاش كتوقعوا النتيجة ديال الغد ما بين الوداد وحسنية أكادير والرجاء ونهضة بركان؟ واش نهضة بركان قادرة ترجع 3 ديال النقاط من مدينة الدار البيضاء؟ يعني احنا كنعرفوا ان نهضة بركان فريق قوي بلاعبيه الكبار وبنجومه وبترسانته البشرية، يعني فريق قوي قوي جدا، والفريق اللي اي فريق كيضرب ليه الف حساب. وطبعا ما نساوش فريق الرجاء البيضاوي لانه عنده لاعبين مجربين، وطبعا يعني صعب جدا في الميدان ديالو. وما نساوش بانه راه متصدر الترتيب، متصدر الدوري المغربي. وايضا فريق الوداد البيضاوي اللي هو ايضا كينافس على اللقب على بعد نقطة من متصدر فريق الرجاء. يعني كلها تخمينات، كلها آراءات. يعني قولوا لنا شكون هو الفريق الأقرب للفوز باللقب البطولة الوطنية لهذه السنة هذه. يعني بقى 3 ديال الدورات، 3 ديال الدورات غتكون حاسمة. وبالنسبة للمباريات ديال الغد بالخصوص بالأخص مباراة الرجاء والنهضة البركانية، اللي غادي ينتصر من هاد الفروق هادو اللي غادي يكون غتبين لينا 70%، وغتكون غيكون مفتاح اللقب. كل شيء ملعوب طبعا، الحظوظ متوافرة ومتساوية للجميع. يعني الثلاثة ديال هاد الفرق هادو، الرجاء، الوداد، النهضة البركانية، أي هفوة أي تعثر يمكن من الفريق الآخر غادي يفقد طبعا المنافسة على اللقب.
خويا حسن تبارك الله عليك، خويا كمال قراو شويه ديال لي كومونتير، خويا سيمو إذا مشاهدي قناة شوف تي في، قولوا لنا شكون هو الفريق كتوقعوا غادي يفوز بلقب البطولة الاحترافية السنة هذه؟ فريق النهضة البركانية، الوداد، أم الرجاء؟ وشنو هي التوقعات ديالكم المباريات الغد؟ غتكون مباريات صعبة للفريقين، فريق النهضة البركانية اللي غادي يواجه في ملك محمد الخامس فريق عفوا الرجاء، وفريق الوداد اللي غادي يواجه في مباراة صعبة في ملعب أدرار بأكادير، فريق حسنية أكادير. إذا قولوا لنا شنو يعني النتيجة، شكون كتوقعوا غادي يفوز في المباراة ديال الغد؟ الرجاء أم البركان؟ الوداد أم حسنية أكادير؟ تحية ليك خويا الرضي، وتحياتي ليك خويا يونس. كنتمنوا من هاد المباريات الزوج يدوزوا في واحد يعني تقدم واحد الكرة، تكون واحد الكرة جميلة على رقعة الميدان، واللي ربح نقولوا له الله يعطيك الصحة ونصفقوا ليه، وتكون واحد الروح الرياضية متبادلة ما بين الفريقين، يعني لا بالنسبة للوداد، لا بالنسبة للوداد وحسنية أكادير، أو بالنسبة للرجاء ونهضة بركان. يعني صراع ما زال متواصلا ما بين ثلاثة ديال الفروق، نهضة بركان، الوداد البيضاوي، والرجاء البيضاوي المتصدر الترتيب. طبعا يعني غتكون عنده مباراة صعبة صعبة وصعبة يعني أمام فريق النهضة البركانية. والتشكيلة طبعا غادي نتحدثوا على تشكيلات الفريقين، يعني غادي نبداو بالفريق بالمباراة القمة ما بين الرجاء والنهضة البركانية. نقول على التشكيلة، يعني الجميع كيتكلم على التشكيلة، كيقول بأنه فريق الرجاء غادي يدخل بتشكيلة يعني اللي متعود كيدخل بها، في حراسة المرمى أناس الزنيتي، طبعا في قلب الدفاع بدر بانون، سند الورفلي، عمر بوتياب، وعبد الجليل أجبيرة، في خط الوسط فابريس أنجوما، عمر العرجون، وعبد الإله الحافظي، وفي خط الهجوم حميد أحداد، سفيان رحيمي، ومحسن متولي أو محمود بن حليم. هذه هي التشكيلة الأقرب اللي غادي تكون غدا إن شاء الله. أما بالنسبة للمباراة أو بالنسبة للفريق نهضة بركان، غادي يدخل في تشكيلة في حراسة المرمى، يعني تشكيلة متوقعة طبعا والأقرب، هي زهير العروبي في حراسة المرمى، في قلب الدفاع
إسماعيل بالمقدم و طايو، عمر النمساوي ومحمد العزيز. بالنسبة للخط الوسط غادي يكون أمين الكاس العربي الناجي، فرحان أو لاعب فرحان، فرحان أو لاعب الكاس، عفوا أو لاعب زايد كروش. أما بالنسبة للهجوم غيكون حمدي العشير وزكريا حدراف ومحسن ياجور. شو المقابلة الثانية، عفوا الوداد البيضاوي و حسنية أكادير. طبعا يعني التشكيلة المتوقعة والأقرب لفريق الوداد، في حراسة المرمى تاغناوتي، رضا تاغناوتي. طبعا في قلب الدفاع يكون السعيدي، حمزة أسرير، وعطية الله، وعبد اللطيف نصر. بالنسبة لخط الوسط يحيى جبران، وليد الكرتي، وأيمن الحسوني. وفي خط الهجوم يعني يكون بادي أوك، إسماعيل حداد، وكازادي. بالنسبة للحسنية أكادير ما عرفتش، لأنه كانوا إصابات، ستة ديال الإصابات. يعني التشكيلة اللي كان يعني اللي معروف على حسنية أكادير كيدخل بها هي في حراسة المرمى، كيكون يعني عبد الرحمن الحواصلي، ياسين الرامي، سفيان بوفتيني، بعدي، وباسين. بالنسبة للخط الوسط مهدي أوبيلا، مهدي أوبيلا طبعا لأنه استاد لاعبين في حسنية أكادير كانوا بأنه قالوا بأنه تصابوا بكورونا، ما عرفناش يعني. أما في الخط الهجوم كاين يوسف الفحلي والبركاوي، يقولوا لنا مشاهدي قناة شوف تي في من هو الأقرب فوز باللقب بطولة احترافية لهذه السنة، هذه سنة 2019-2020، يعني مباريات صعبة صعبة صعبة، لا بالنسبة لنهضة بركان والرجاء، حسنية أكادير والوداد البيضاوي. مقابلة ومباراة القمة اللي غادي تجرى غدا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، نهضة بركان والرجاء. كنتمنى تكون واحد المباراة جميلة، وتكون تكون واحد روح رياضية ما بين الفريقين، من هذا البركانية أو رجاء البيضاوي، حسنية أكادير والوداد طبعا البيضاوي. كنتمنى نشاهدوا مباراة كبيرة، مباريات كبيرة، مباريات في المستوى، ما مسموحش التعثر لهاد الفريقين هادي، لا للنهضة البركانية ولا الوداد ولا الرجاء طبعا المتصدر. يعني مشاهدي قناة شوف تي في، شنو هي توقعاتكم مباريات الغد ما بين الرجاء، النهضة البركانية، الوداد، والحسنية أكادير؟ شكون كتوقعوا بأنه الأقرب فوز بلقب البطولة الاحترافية لهذه السنة، هذه سنة
يعني سنة 2019-2020. إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، كان معكم أخوكم سلام في الدردشة الليلية. إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.